في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نية الغد إن شاء الله الإكثار من الذكر، الإكثار من الذكر. احنا جايين اليوم يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الدعاء فيه إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طب هو ده دعاء؟ دعاء. هو الدعاء ليه معنيين؟ إما طلب وإما ثناء، وإما ثناء. طيب الثناء على ربنا بهذه الصيغة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. نية الذكر هذه ستجعلك مذكور عند الله عز وجل في السماوات العليا. لو لم يكن هناك أجر إلا أن يذكرك مولاك سبحانه وتعالى في السماوات العليا مع الكرام البرر، فهذا أجر عظيم ونعمة عظيمة أن يذكرك الله. كلنا عارفين قصة أبي بن كعب لما أنزل ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم سورة البينة وقال: اقرأها على أبي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي وقال له: إن ربي أمرني أن أقرأ على أبي بن كعب، علي يعني أبي بن كعب، سورة البينة، ما سألهوش القرآن إيه؟ قال له: الله ذكرني باسمي. ربنا يذكرك بقى في السماوات العلى. طب مين احنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا؟ ايه قدرنا ولا ايه قيمتنا يعني؟ ايه قيمة هذا الانسان عشان مولاه وسيده وسيد الخلائق كلها يذكره؟ شوف عطاء ربنا سبحانه وتعالى. يحيى بن معاذ يقول: يا جهول يا غفول، يعني كثير الجهل وكثير الغفلة، لو سمعت صرير القلم حين يجري في اللوح المحفوظ بذكرك لمت طربا، تموت من شدة الفرح. والملائكة بيكتبوا لك ايه؟ حسنات، عشان انت بتذكر مين؟ مولاك سبحانه وتعالى. ابو يزيد البسطامي يقول: ليس العجب من حبي لك، انا لا اتعجب ان انا بحبك، فانا عبد فقير، انما العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. والله عجيبة عجيبة يعني، مش كده؟ إن الإنسان يحب ربنا هذا أمر طبيعي. ابن الجوزي كان بيقول كده يعني، كان بيقول في دعائه: إلهي إن قضيت علي بالعذاب غدا فوالله لو أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أنني أحبك. لا إله إلا الله. مش عجب، مش عجيبة إن أنت تحب ربك؟ ده الناس عبيد الإحسان يا أخي. لما واحد يعمل فيك حسنة تفضل طول عمرك تقول له شكرا، تحسسه ان هو يعني عمل عدى البحر ولا مبلش، زي ما بيقول العجل في بطن امه ده، مع ان هو ما عملش فيك حاجة، هو ربنا خلاه خدم، خدم عشان يسخر يسخرنك الامر ده عن طريقه. ربنا اللي سخره، هو المفروض يحمد ربنا ان ربنا خلاه خدام للمسلمين. هذه نعمة ايضا، نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. لعظمة هذا الثواب العظيم في الذكر، سيدنا أبو بكر يقول رضي الله تعالى عنه: ذهب الذاكرون لله بالخير كله. اللي بيذكروا ربنا دول بيوصلوا إلى أعلى مقام. ربنا ذكر كلمة الإخبات في القرآن الكريم مرتين، مش كده؟ مرة في الحج يقول: وبشر المخبتين. من المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عندهم حال كده مع ربنا سبحانه وتعالى، عندهم استمرار وحب وعشق لذكر الله سبحانه وتعالى. تعالى ننزل هذه النية على آية فاطر اللي احنا اتفقنا عليها من الأول في نية التنافس، مش كده؟ ما فيش حتى يوصلنا الله سبحانه وتعالى إلى مقام عليه إن شاء الله في الجنة ويرضى عنا. قال ربنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه ده قد يضيق ذرعا بالذكر، منهم المنافقين عياذا بالله. ربنا يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يتضايق لما تيجي تكلموا عن ربنا، يا أخي ده احنا بوسطنا. لما تيجي تكلم واحد تذكره بالآخرة والحساب والعذاب ولا ايه؟ صح صح، النبي فرحنا يا عم، انت هتعمل فينا ايه؟ كأن الرجل مخلد يعني،
ده من بيننا ومن المصلين كمان، مش قصدي على الناس في مسجدنا ما شاء الله، انا بتكلم على الناس الزحلات اللي بره يعني. ها يقول لك لا 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 تخوفنا ليه انت؟ تخوفناش انت. يضيق صدره بذكر الله سبحانه وتعالى وينشد صدره بالمعصيه. تقول له نقطه خايبه كده، ولا اقول له احكي له عن فيلم عظيم، ولا اقول له فلان رقصت مش عارف فين، ولا علان عمل ايه، ولا فلان عمل ايه في ايه، وناحد نصر في ايه. يطرى ليه؟ لمصائب الخلق وسيئات الناس. خد بالك القلب عامل زي الارض الطيبه، لما تدين الذكر يبقى انت عملت ان تحط لها السماد، فبينبت فيها الايه بالنور، بترويها بالايه بنور الايه ذكر الله سبحانه وتعالى. انما القلب القاسي هذا لا يلين ابدا، لا يلين ابدا. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال السبب، قال استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عن بعض المثبطين حتى من امه محمد، يقول يكون بعدي ائمه لا يهتدون بهدى، زوروا الدين ولا يستنون بسنتي، يشغلوا الناس بالتفاهات، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. الجثه انس لكن القلب قلب شيطان عياذا بالله، عياذا بالله. ليه؟ لانه بعيد عن ايه؟ عن ذكر الله. ابن القيم رحمه الله يقول بوابه الامل برضه بتظل مفتوحه على مصراعيها. يقول القلب كلما اشتدت به الغفله، كل ما الواحد يغفل عن ذكر الله اشتدت به القسوه. لكن العلاج اذكر يا اذكر الله، قل لا اله الا الله، فاذا ذكر الله ذابت تلك القسوه كما يذوب الرصاص في النار. يبقى القلوب بتصدأ، القلوب بتقسو، جلاؤها تليينها الاكثار من ذكر الله عز وجل. تعالى نصل الى اللي بنتمنى نكون ان شاء الله منهم، اللي هو السابق بالخيرات. ليه خمس صفات السابق بالخيرات؟ ليه خمس صفات. اول صفه، ايه افضل الذكر على الاطلاق؟ ذكر كلام ربنا القران الكريم. اعظم الذكر على الاطلاق هو قراءه القران الكريم. لكن في واحد بيتعود بدون تدبر، لما ينوع شوف عامل زي ايه، هو متعود ولا الضالين امين قل الله الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ها ما تعرفش يقول الحمد لله تلاقيه بيقول ايه ولم يكن له كفوا احد، اللي بينهم الله اعلم جالهم ولا ما جالهمش. ليه؟ لانه متعود على الموضوع ده. لو نوع في القراءه هيعمل ايه؟ هيوقظ نفسه ويجيب نفسه مرحله الوعي. فكذلك يقرا القران وبعدين يعمل ايه؟ وقت للدعاء، وقت الاستغفار، وقت الاستغاثة والمناجاة والتضرع لله، وقت للتسبيح، وقت للتحميد والتهليل، ينوع. فالتنوع هذا بيجعل الإنسان إيه؟ قلبه وعقله حاضر، وبالتالي بيكون أقرب إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما ربنا بيستجيب الدعاء من قلب غافل لله. اللي عايز يقرأ كلام ربنا واللي عايز يذكر ربنا يجيب قلبه معاه، ما يسيبش قلبه في مكان تاني، لأن محل النظر في القلوب. لو القلب شغال في مكان تاني في وادي تاني ربنا مش هينظر إليه. الله لا ينظر إليه، الله لا ينظر إلى القلوب إلا القلوب الإيه؟ الطاهرة. اثنين، يبقى أول صفة يعمل إيه؟ تنويع الذكر. اثنين، الذكر العبادة الوحيدة التي أمر الله عز وجل فيها بالإيه؟ بالكثرة، الذكر الكثير. قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، سواء في السلم او في الحرب. العباده الوحيده اللي مالهاش حد معلوم ابدا ابدا، ولم يعبر ربنا سبحانه وتعالى انسان فيها في الحرب او في السلم، حتى يا اخي وانت قاعد وانت نايم قال ايه؟ فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في حال الصحة وحال المرض، في السر، في العلانية، على أي حال داوم على ذكر الله سبحانه وتعالى. وخد بالك اللي بيفعل ذلك، اللي بيداوم على ذكر الله، هذه شهادة براءة من النفاق. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. يبقى علامة
ان انت قلبك سليم وقلب مؤمن مش قلب منافق تداوم على ذكر الله ذكرا ايه؟ ذكرا كثيرا. لان ما فيش منافق ابدا هيحب يذكر ربنا كل شويه. الذكر دي علامه المحبه. والسبيل الاوسع اللي بيسلكه اي انسان بيشتكي من قساوه قلبه عايز يلينه يكثر من الايه؟ من الذكر. ابن القيم يقول: فالذكر باب المحبه وشارعها الاعظم وصراطها الاقوى. عايز توصل الانس بربك اكثر من الذكر. ثلاثه: حضور القلب. يبقى التنويع الذكر. اثنين: كثره الذكر. ثلاثه: حضور القلب. يقول ابن القيم: وافضل الذكر وانفعه ما واطأ فيه القلب اللسان. الاثنين اتفقوا مع بعض. طب وايه كمان؟ وكم من الاذكار التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد الذاكر معانيه ومقاصده يحاول يفهم يعني ايه لا اله الا الله، سبحان الله على ايه، الحمد لله ليه، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ليه، يحاول. ده ليه ثلاث شروط، ثلاثه شروط رائعه عشان تصيب الهدف وتصل الى الثواب. خشوع القلب فيما نطق به اللسان، القلب يخشع في نطق اللسان. اثنين: التبرك بدواء الاذكار النبويه التي سنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثه: معرفه مقصد هذا الذكر من تعظيم او تنزيه او ترهيب او ترغيب في رضا ربنا سبحانه وتعالى. الامر الرابع: ذكر الله حال الغفله والناس غافله، انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان في من الصحابه يختاروا الاماكن اللي الناس فيها لا تذكر الله. كان ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول: اني لاخرج الى السوق. يختار السوق لان السوق ايه؟ دولارات وبيع وشراء وناس بيبصوا على النسوان وناس، مش كده ولا ايه؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ مش ده واقع الناس؟ امال بيت الشيطان ازاي يعني؟ ها؟ وناس عماله تحلف بالباطل وتكذب وناس بتخون وبتسرق وناس بتنصب. يروح هو بقى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: اني لاخرج للسوق وما لي حاجه الا ان اسلم ويسلم علي، اقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عشان يفكروا ان في ايه؟ الله ورحمته ما تنزلش وبركه للعالمين الا على الطيبين. وكان يخرج اليهم في هذه المواسم يكبر حتى يذكرهم بالايه؟ بالتكبير، فيضج السوق بالايه؟ بالتكبير. كان محمد بن سيرين بيدخل صوت عالي، الله اكبر، صوت عالي مسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقول ايه؟ قد تكون ساعه غفله، قد تكون ساعه ايه؟ غفله، فيكتب لي الاجر الايه؟ العظيم. لذلك قيل: مثل ذاكر الله في السوق كمثل شجره خضراء وسط شجر ميت. مش النبي قال لنا اللي بيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في السوق بياخذ مليون حسن، ألف حسن؟ طب قولها هنا، قول كل حرف بعشرة هتعمل لها كام؟ ألف وشوية، مش كده؟ إنما مرة واحدة بس في السوق بتاخد كام؟ مليون. هتقول أنت مرة بقى بربك لو بيوزعوا دولارات هتاخد مليون تروح؟ بربك يعني؟ ولا هتعمل إيه؟ أنت هتقلع الدشداشة وتربطها وتعبيها، تعمل زي العباس، مش كده؟ وما تعرفش تشيلها كمان. ربنا بيوزع إيه؟ بيوزع من كنوز الرضا سبحانه وتعالى على عباده. حسن البصري رحمه الله يقول: من ذكر الله في السوق كان له من الأجر بعدد كل فصيح فيها وأعجمي. كل يعرف ينطق ويردد وراه، كل يعرف ينطق وراه الفصيح اللي هو الإنسان والأعجم اللي هو البهيمة. بيدل على أمر مهم جدا، عظمة الثواب في وقت الغفلات أو في أماكن الغفلات، لأنك بتسبح ضد الطيار. في طيار الغافلين أنت ذاكر لرب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الخامس: عند الحرب لما يجي الشيطان يوسوس لك بتعمل إيه؟ ما تتمداش معاه، عايز ربنا يحفظك. قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، تذكروا مين؟ فإذا هم مبصرون. بيحفظهم، يفتح عيونهم. أول ما يعرض لك حرام، أول ما إبليس يجي يوسوس لك، افتكر أن الله يراك، أن الله معك، أن الله شاهد عليك، هيعمل لك إيه؟
يردعك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله العظيم، اللهم احفظني بحفظك يا رب العالمين، اللهم اكلأني بعنايتك يا أرحم الراحمين، وهكذا سيرعاك ربك سبحانه وتعالى، وساعتها ستكون في كتيبة الذاكرين. ميمون بن مهران يقول ذكر الله باللسان حسن، وأفضل من ذلك أن يذكر العبد ربه عند المعصية فيمسك عنها، ساعد ويستعذ بالله بيمسك عنها. ولذلك قال السدي في التفسير إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنه يرجع عنه. أهو ده مين؟ ده الوجل بيعمل إيه؟ بيكون وقاف عند حدود الله عز وجل. طبعا من عظيم الذكر السنن المهجورة. السنة المهجورة هو دعاء، دعاء. دخل رجل المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد رجل في المسجد قد قضى صلاة وقاعد بيتشهد، وبعد التشهد قال إيه؟ اللهم إني أسألك يا الله، اللهم إني أسألك يا الله، قل معايا اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد، اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له، قالها ثلاثة صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة تعمل إيه بقى في آخر التشهد؟ هتقول إيه؟ اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. هيترد عليك يتقال لك إيه؟ قد غفر لك، قد غفر لك، قد غفر لك. نسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويطهر قلوبنا ويرفع مقامنا في أعلى عليين ويؤنسنا بالقرب من جلاله، إنه على ذلك قدير كريم، اللهم آمين، وصلى الله وسلم.